هذه جبهة قتال، جبهة حرب ليس لها مثيل في تاريخ الحروب البشرية الطويل. وهذه جبهة قتال جوية. يبدأ يوم العمل كما ينتهي في العادة بأعمال الطواقم الأرضية، فهم يلتصقون بالطائرة كأجنحتها. إذا كنت ميكانيكيا فإنك تلحق بإحدى القاذفات لتصبح جزءا من حياتك اليومية، ولكنك تعرف أنك يمكن ألا ترى تلك الطائرة مرة أخرى بعد إقلاعها، لذلك تؤدي عملك بأقصى ما يمكن من إتقان، لأنك لا تحب أن تكون سببا في أي خلل يمكن أن يحدث هنا. في هذا اليوم ستنقل هذه القنابل من مخازنها في بريطانيا لتسقط فوق مناطق محددة في ألمانيا. ومهمة إيصالها إلى الهدف وقعت على عاتق قيادة القاذفات الثامنة، والمهمة خطرة، فهي تعتبر من أصعب العمليات العسكرية وأعقدها. قنابل تدمير شامل يصل تسارع ارتطامها إلى 750 ميلا في الساعة، ويمكنها أن تخترق 5 إنشاءات من معدن مصفح. وتدمر مصنعا. الإيجاز في سن شديد هنا، وأثناء ذلك لن يتاح لك الوقت لتفكر بنفسك، حيث تتلاشى كل المخاوف ليحل محلها تركيز شديد على المهمة. نوعية التشكيل، نقطة التجمع، ساعة الصفر، خط الوصول إلى الهدف، الطقس، مقاتلات العدو، مضادات الطائرة، خط العودة إلى القاعدة. هؤلاء هم الركاب، تذاكرهم باتجاه واحد، وهذا هو طاقم ممفيس بيل، وهم يتبعون السرب 324 ومجموعة القنابل الثقيلة 91. طائرة واحدة وطاقم واحد في سرب واحد، ومجموعة واحدة من جناح واحد يتبع قوة جوية واحدة من بين 15 قوة جوية أمريكية. لم يسبق أن كانت الرحلة سهلة إلى هناك. لن يختلف اليوم عن المرات السابقة. لن ترافقنا أي مقاتلات، وإذا حدث وشاهدت مقاتلة فلا بد أن تكون معادية. ابقوا أعينكم مفتوحة، ولا تتحدثوا بصوت عال عبر الميكروفون. حافظوا على ذخيرتكم وأحكموا تصويبكم. ابقوني على اطلاع مستمر بكل ما يحدث. تيقظوا أيها الرجال،
وأنا متأكد أنها ستعيدنا إلى الوطن كما كانت تفعل دائما. كان قد سبق لهم القيام ب24 مهمة قتالية، إلا أن هذه المهمة ستكون واحدة من أشرس مسارح العمليات في الحرب. وهؤلاء الرجال يعتبرون صفوة مقاتلي الجو، فخبرتهم لا تقدر بثمن. وإذا عادت ممفيس بيل بعد ظهر اليوم، فإنهم سيرسلون لنقل تلك الدروس الحيوية التي تعلموها إلى آلاف المتدربين في أمريكا. إنها جبهة جوية، وارتفعت عجلات ممفيس بيل عن التراب الإنجليزي للمرة 25. نعم، ارتفعت عجلات ممفيس بيل عن التراب الإنجليزي للمرة 25. أرض إنجلترا بمزارعها المنظمة وقراها الريفية المحاطة بالحدائق المنمقة، إنجلترا التي لم يكن الأمريكيون يعرفونها إلا من خلال الروايات الكلاسيكية، إنجلترا القرى والمدن التي دافع أهلها عن حرية جزيرتهم لأكثر من 1000 سنة. أما اليوم فقد تغيرت أريافهم، وتحولت جزيرتهم إلى مهبط ضخم لقاذفات القنابل، إلى حاملة طائرات عملاقة ترسو قرب شواطئ القلعة الأوروبية، إلى حظائر طائرات ومئات نقاط الإطلاق ومدارج بدائية وإسمنتية. هذه هي إنجلترا بعد 5 سنوات من الحرب. هذه هي جبهة القتال الجديدة، الجبهة الجوية التي ستدمي قلب العدو، ليس مشاته أو مدفعيته أو دباباته، بل الأعظم، قلب صناعات أمته، الأساس الذي تستند عليه الإمبراطورية النازية وجيشها، القوة التي تقف وراء شهوة الانتصار عند الألمان، مصانع الفولاذ ومصافي البترول، أحواض بناء السفن وقواعد انطلاق الغواصات ومصانع الذخيرة. نقاط صغيرة على خارطة أوروبا تعني بنادق وقذائف وطائرات ودبابات ومكائن وقنابل. أهداف يجب تدميرها، وهذه هي آلة التدمير تحمل كل منها 10 رجال كطاقم ممفيس بيل. الطيار الكابتن روبرت مورغان، مهندس صناعي من أشفيل في كارولينا الشمالية، وهو الذي قاد الطائرة عبر الأطلسي. الطيار الثاني الكابتن جيم بورينس، طالب إدارة أعمال في الجامعة. جندي اللاسلكي ورامي رشاش، السيرجنت بوب هانسون، عامل بناء من واشنطن.
الملاح الكابتن تشاكلتون طالب كيمياء من أوهايو. المهندس ورام الرشاش العلوي السيرجنت هارول لوك من ويسكونسن. إضافة إلى مسؤوليته عن متابعة عمل أجهزة الطائرة فهو يوفر الحماية العلوية. رامي رشاش المؤخرة السيرجنت جون كونيلان من بانكس نيويورك. كان يعمل في شركة لصناعة السجاد إلا أنه استقال في الثامن من كانون أول عام 41. رامي رشاش القمرة السيرجنت سيسيل سكوت كان يعمل مراقبا في إحدى شركات المطاط في نيوجيرسي. من الطيار إلى الطاقم، الارتفاع 10,000 قدم، ضرورة وضع أقنعة الأكسجين، وبدأوا بزيادة الارتفاع الآن بمعدل 300 قدم في كل دقيقة، وبدأ الضغط يتزايد على الطائرة وعلى الرجال. بقية الطاقم، قاذف القنابل الكابتن فينيسيت إيفانز كان يدير أسطولا من الشاحنات في فورث وود تكساس. رماة الوسط على الجانب الأيمن السيرجنت بيل وينشل كيماوي من شيكاغو، وعلى الجانب الأيسر السيرجنت توني ناستال شاب يبلغ 19 وكان يعمل في إصلاح الغسالات في ديترويت. يتطلب أن يبذل الطيار كل طاقته للحفاظ على قلعة تزن 30 طنا ضمن تشكيل ثابت، لكن التشكيل هو أفضل وسيلة دفاعية ضد مقاتلات العدو، حيث توزع الطائرات بحيث يكون المجال مفتوحا أمام جميع أسلحتها من الأعلى ومن الأسفل، من اليسار ومن اليمين، وهي مرتبة بحيث تتجنب مخاطر وصول النيران إلى طائرة التشكيل، مرتبة بحيث تغطي نيران رشاشاتها الآلية السماء لمسافة 1000 ياردة في جميع الاتجاهات. شاطئ إنجلترا الصديق يبدو عاديا الآن، ولكن بعد ساعات قليلة إذا كتبت لك العودة سيصبح أجمل ما شاهدت في حياتك. ويتزايد الارتفاع شيئا فشيئا، يتزايد الارتفاع للوصول إلى أفضل ارتفاع عملياتي وهو 25,000 قدم، 5 أميال عن الأرض. ومن هذا الارتفاع تصعب رؤيتك من الأرض بالعين المجردة، وعلى هذا الارتفاع ستفقد الوعي خلال دقيقة بدون أكسجين، وبعد 20 دقيقة تموت. من الآن وحتى الوصول إلى الهدف تعود لواجباتك الروتينية، ترسم مسارك وتتفقد معداتك وتنتظر وتفكر. أعلى وأبرد، الحرارة 40 درجة تحت الصفر، انزع قفازاتك وستفقد بعض أصابعك. وتنظر إلى هذا العالم الغريب حولك، شيء لم تر مثله في حياتك إلا في الأحلام. أعلى فأعلى داخل طبقة أستراتوسفير التي لا توجد فيها حياة، إلى أن يتكثف عادم المحركات عند اختلاطه بطبقة الهواء الرقيقة الباردة ليطلق خلفها ذيولا من البخار. بالنسبة لطواقم الطائرات فجمال هذه الذيول هو آخر ما يمكن أن يفكروا فيه، فهي تكشف وضع ومكان التشكيل، وهي مؤشرات واضحة في السماء يسهل على العدو اكتشافها. وليمكن لهذه القاذفات أن تحقق مهمتها لابد من خطة محكمة موضوعة ومؤقتة بدقة شديدة. تهدف الخطة إلى قصف الأهداف بكفاءة وبأقل قدر من الخسائر، والعدو قوي وماهر ومصمم على صدنا. هذه هي دفاعاته، مطارات موزعة جيدا، وكل نقطة تمثل سربا من المقاتلات، مضادات ثقيلة طواقمها على أعلى مستوى من التدريب والدقة على طول الساحل وحول المواقع الحيوية، رادار لتحذيره من قدومنا، وهذه هي خطتنا لتشتيت دفاعاته وإضعاف مقاومته. في 1:30 بعد الظهر، بعد فترة قصيرة من الإقلاع، ستتجه مجموعات من الطائرات نحو سواحل العدو من 6 اتجاهات. المجموعة الزرقاء وتتكون من 100 طائرة من نوع L4، وهي قاذفات ذات 4 محركات. المجموعة البيضاء وتتكون من 300 طائرة من نوع L1، القلاع الطائرة. المجموعة الخضراء 300 طائرة L1، ترافقها 6 أسراب من طائرات L4 المسمى ثاندر.
ومجموعة طائرات الاثنين المسمى مورادو، وترافقها 6 أسراب من طائرات سبيتفاير البريطانية. في الجو حوالي 1000 طائرة وأكثر من 8000 رجل. سينذر العدو جميع مطاراته، ولكن السؤال: أي هذه القوات هي قوتنا الرئيسة، وما هي أهدافنا؟ إن وظيفتنا هي أن نضطرهم للتخمين وللأخطاء في تخميناتهم. بعد نصف ساعة، أي في الساعة 2 ظهرا، ستتجه المجموعة الزرقاء شرقا عبر بحر الشمال، تتبعها المجموعة البيضاء. مقاتلات العدو تنتظر لقاءهم، وبذلك لن تستطيع مهاجمة المجموعة الخضراء. أما المقاتلات فيجب أن تنطلق لمهاجمة المجموعة الخضراء، وبذلك لن تشكل خطرا على المجموعتين الزرقاء والبيضاء. وستقوم مجموعة B-26 وسبيتفاير بقصف مفترق سكة حديد رئيسي لقصف مصنع للطائرات في هانوفر. في الساعة 2:30 ستهدد المجموعة الزرقاء هذه المنطقة الساحلية في شمال غرب ألمانيا بكاملها. أين سيكون الهدف؟ فلانسبورغ، قناة كيل، أو أنها ستتحول فجأة لقصف هامبورغ، ديجاسك أو إميدن؟ والواقع أنها لم تكن تحمل قنابل على الإطلاق، فهي مجرد خدعة لإشغال المقاتلات الموجودة في المنطقة الشمالية، بينما تتجه المجموعة البيضاء وهي القوة الرئيسة إلى أحواض الغواصات. في الساعة 3:00، وبينما كانت المجموعة البيضاء فوق الهدف، لم يتمكن من اعتراضها إلا جزء صغير من القوة الجوية الألمانية بسبب انشغالها بالمجموعة الزرقاء وقصف المجموعة الخضراء لهانوفر في نفس الوقت. هذه هي خطط المعركة لهذا اليوم، وضعتها لجنة تخطيط العملية المشتركة وأقرها القائد العام. المجموعة البيضاء، سرب القيادة في المقدمة. لقد عبرنا الخط الوهمي لرادارات العدو، الألمان بانتظارنا. ولبسنا الخوذ الفولاذية والعيون تنظر بترقب. التشكيلة ما زالت متقاربة، والرماة المتحفزون يزدادون يقظة لأن المعركة على الأبواب. ساحل العدو. من فوق يبدو كأي ساحل آخر في العالم، بيوت وطرق وحقول خضراء ومعامل وأقنية مياه، إلا أنها بيوت وحقول أولئك الغزاة المعتدين. إنها معامل وطرق دولة أغرقت العالم بالأحزان مرتين خلال جيل واحد. معاناة لم يشهد تاريخ البشرية مثل ضخامتها من قبل. جلبت الألم والكرب لعدد لا يحصى من بيوت الأمريكيين، ميداليات نجمة الحرب وبرقيات تعزية من وزارة الحربية. أولى قذائف مضادات الطائرات لم تتسبب بأي أذى، وبدت كنفثات دخان صامتة، إلا أن كل نفثة منها كانت تعني انفجار قذيفة نثرت شظاياها في السماء. المدى صحيح، قذائف موجهة بموجات لاسلكية، وعلى بعد 5 أميال إلى الأسفل قامت بطاريات مضادات الطائرات الألمانية بحساب دقيق للارتفاع والسرعة والاتجاه. أين ستضرب القذيفة التالية؟ وتحاول ألا تكون في مرماها. مخابئ وأحواض الغواصات، ويبتدئ الاقتراب من الهدف. لا شيء يمكن أن يحميه الآن، والآن عرف العدو اتجاهك، وها هو يضع أمامك سدا من وابل قذائف مضادات الطائرات، ولكنك تستمر في طيرانك عبرها، فليس هناك ما يمكن أن يحول بينك وبين الهدف. ويغير مورغان خط سيره كل 15 ثانية في محاولة لتضليل بطاريات المضادات. استعداد قاذف القنابل لتحديد الارتفاع والسرعة، ويفتح باب فتحة القنابل، ويبدأ التوجه نحو موقع إلقاء القنابل. من الطيار إلى قاذف القنابل: حسنا، أترك الأمر لك الآن. منذ الآن أصبح إيفانز هو الذي يواجه ممفيس بيل، وهو يسيطر على الموقف من خلال فتحة القنابل. هذه هي الفترة التي تكون فيها في أضعف المواقف،
حيث أن التزامنا بخط إلقاء القنابل المحدد يعيقنا عن مناورة المضادات الأرضية أو المقاتلات. الرشاش العلوي يتعامل معها، أما إيفنز فعليه أن يتجاهل المعركة وأن يركز انتباهه على الهدف وأن يقوم بإجراء التعديلات حسب سرعة الريح. مقاتلتان أخريان تنقضان من الجانب الأيسر، وفي نفس الوقت أصبحنا في مدى مرمى المضادات الأرضية. لقد أصابوا هذه الطائرة ولكنها استمرت في خط سيرها المحدد. يجب على إيفانز أن يكون دقيقا كذلك، لأنه في اللحظة التي يبدأ بإلقاء قنابله ستقوم جميع طائرات المجموعة بإلقاء قنابلها. الآن يحرك ذراع الأمان إلى حالة الاستعداد للإطلاق. منذ هذه اللحظة ستنطلق القنابل بمجرد لمسة واحدة فقط. ها هو يلمسها، وانطلقت القنابل. وانتهى الجزء الأول والأسهل من المهمة، وبدأت الآن رحلة العودة. لقد توقفت المضادات، وهذا يعني أن المقاتلات في مكان قريب، ربما كانت خلف تلك الغيمة، أو أن أشعة الشمس تحجبها عنك لأنك لا تستطيع التحديق بوهجها، إلا أنها في مكان ما هناك بانتظار الانقضاض عليك في اللحظة المناسبة. المقاتلات تنقض من الخلف، هذا ما يراه الرامي الذي يمسح السماء باحثا عنها. ثم تشاهد وميضا، وهذا يعني أنه بدأ بإطلاق النار عليك. أثناء احتدام القتال تعتبر شبكة الاتصال الداخلي من أهم الأجهزة في الطائرة، وكان هناك أربعة منهم من الجهة العلوية، وها هم قادمون وعلينا أن ننتبه. طائرة بي 17 احترق أحد محركاتها، واستمرت الرماية لإسقاط بعض هذه الطائرات. وفقدت طائرة بي 17 توازنها في الجهة اليمنى. وقفز الرجال من الطائرات بالمظلات. وتوالى قدوم المقاتلات من جهات أخرى، بعضها من اليمين والآخر من اليسار. وأصيبت طائرة
وسقطت. لقد أصيبت هذه القلعة، فأحد محركاتها يحترق وهي تفقد السيطرة على سرعتها وارتفاعها وتنحدر نحو المضادات وحيدة يائسة. خلال دقيقة ستنقض عليها المقاتلات الألمانية كالجوارح تنقض على طريدة، ويمكنك أن تراقب ولكنك لا تستطيع تقديم أي مساعدة، يجب أن تلتزم بالتشكيل. هنا أيضا يشارك الجميع في المعركة، فلم نغب عن أذهانهم وقلوبهم ولو للحظة واحدة طيلة غيابنا. اسأل أي شخص عمل في أحد المطارات في إنجلترا أو في قاعدة للقاذفات في أي مكان آخر وسيخبرك عن الدراما التي تحدث هنا أيضا، دراما الانتظار لمعرفة من كتبت له العودة. عندما تراقبهم قد لا تدرك مدى قلق هذا الطاقم الأرضي، أعصابهم مشدودة فعلا، فهم في غاية القلق. بلغة القوات الجوية تسمى فترة الانتظار هذه بفترة تصبب العرق. هؤلاء الرجال يعرفون خطط الرحلة، وساعاتهم تخبرهم بالوقت الذي تكون فيه الطائرات تحت رحمة مضادات العدو، أو عندما تكون فوق الهدف، وعندما تغادر سواحل العدو. حسيت وهو بيسلم عليا ان ايده كانت بتترعش. عبد العزيز، عبد العزيز ايده تترعش؟ ده بجح وعينه يندب فيها رصاص. ما بتذاكرش ليه؟